أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من كلام صح. بنتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا، موضوع سرطان الكبد. في نسبة كبيرة من المصريين الحمد لله تم علاجهم من فيروس سي، طبعا نتيجة المجهود الكبير اللي بتقوم به الدولة ووزارة الصحة في علاج مرضى فيروس سي، واعتقد في طفرة كبيرة جدا في العلاج. لكن في بعض المرضى اللي تم علاجهم يعني لابد من متابعة علشان ما يحصلش مشكلة أو إصابة بسرطان الكبد. موضوع مهم جدا، إزاي نقي نفسنا من سرطان الكبد وإيه الأسباب، مع ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور عادل الركيب، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة الأزهر. دكتور عادل، بنرحب بسيادتك معانا. اهلا بيك دكتور. يعني طفره كبيره حصلت في علاج مرضى فيروس سي، لكن هناك تخوف عند سيادتك دايما من ظهور سرطان الكبد. ايوه تمام. شوف حضرتك، بس قبل ما نبدا الكلام على سرطان الكبد لازم اوجه شكري للقياده السياسيه ولرئيس الجمهوريه ولمعالي وزير الصحه على مجهوداتهم الرائعه في علاج مرضى الكبد والتخلص من فيروس سي، لانه الحقيقه وده جهد مشكور جدا جدا جدا، ويجب ان الواحد يقوله في كل موقع بنروحه وفي كل مكان طبي بنروح، حتى بره مصر الاجانب بيحسدونا على اننا استطعنا ان احنا نعالج هذا الكم من المرضى ببلاش. صحيح، وفي وقت قليل وفي وقت بسيط. احنا بدانا من سنه 2016، بقى تقريبا سنتين قدرنا نوصل لعلاج 1.5 مليون مواطن مجانا. الحمد لله رب العالمين، معظم المرضى تم شفائهم بالأدوية الحمد لله. اول مرة في تاريخ مصر الحقيقة ان وزارة الصحة والدولة تتبنى علاج المواطنين بهذا الكم دون اي مصروفات. ودي ما بتحصلش في اي دوله في العالم على فكره، مفيش دوله في العالم بتعالج بالطريقه دي. فده جهد مشكور لابد ان احنا نذكره دايما، لانه الحقيقه الجهد ده مش عشان عيانين خف، ده خلصنا من مشكله اكبر واخطر، وان احنا كنا كل سنه بنواجه اعداد متزايده من مرضى السرطان. خلينا اقول لحضرتك، لو احنا 1.5 مليون دول ما عالجناهمش مثلا، كان نسبه السرطان هتزيد. فهتزيد. صحيح. الحمد لله، يعني لما بنعالج المريض مبكرا من الفيروسات وما بيكونش عنده تليف، بنقدر نقطع الاتصال ان العيان يوصل ان يجيله سرطان في الاخر. فالعلاج اصبح وسيله، علاج الفيروس اصبح وسيله لمنع السرطان مستقبلا. وخلي بال حضرتك ان السرطان اصبح من المشاكل العويصه والمستعصية على أي دولة وعلى أي أطباء مهما كان كفائتهم والإمكانيات. ليه؟ لأنه أولا علاج مكلف للغاية، نتائجه غير مطمئنة للغاية. وبالتالي أنت بتضيع وقت المريض، بتضيع، بتدفع تكاليف كتيرة جدا في علاج أورام قد يكون شفائها غير محمود يعني. طيب النهارده حضرتك لما بتعالج الفيروسات انت بتقطع الحلقه خلاص، المريض تمنع عنهم السرطان، وبتوفر على الاسر انها تروح عند الاطباء وتصرف علاجات. انت عارف حضرتك النكسفير ده دواء عباره عن مجموعه اقراص، يعني اول ما نزل عندك كانت ب 34,000 جنيه، كل عيان ياخد 34,000 جنيه، يعني محتاج 68,000 جنيه في الشهر وافضل ماشي بيه بدل الحياه. طب مين العيان اللي هيجيب 68,000 جنيه؟ حتى لما رخص العلاج ب 14,000 جنيه، يعني محتاج 28,000 جنيه في الشهر ويمشي عليه مدى الحياه ونتائجه غير مضمونه. نتائجه غير مضمونه. فبالتالي احنا السرطان الحمد لله رب العالمين في السنوات القادمه هيصبح العدد اقل. معهد السرطان هتنشغل بامراض سرطانيه غير سرطان الكبد، لان سرطان الكبد بيعتبر من ضمن 5 أنواع من السرطان المنتشرين في مصر، وبيمثل نسبة كبيرة قد تصل من 5 إلى 10% من المرضى، يعني بتتكلم في 1.2 مليون مريض. وده بيكلف الدولة عبء شديد جدا، وبيصبح عبء ولود على مستشفيات معهد السرطان وأطباء السرطان. صحيح. ومستشفيات الحكومية ومستشفيات الجامعية ومستشفيات التأمين الصحي. وفي نفس الوقت الحزن اللي على المريض وأسرته،
والامل في الشفاء عند الله. طب دكتور السرطان الكبد يعني سيادتك بتحذر وبتؤكد في معلومات مهمه جدا بالنسبه لسرطان الكبد، لكن زي ما سيادتك قلت ان اهم حاجه هي الوقايه. طب ولما بيجي لك مريض عنده سرطان او نسبه من سرطان الكبد ازاي بتتعامل معاه؟ دي اهم نقطه، وازاي بتوعيه وبتوعي الاسره والمحيطين بيه؟ شوف حضرتك، بالنسبه لسرطان الكبد وزي ما قلت لحضرتك هو بيمثل مشكله عائليه في المقام الاول، وبيمثل مشكله للمريض نفسه. فعلاج السرطان معظم المرضى اللي بيجوا لنا الحقيقه بيجوا لنا في وقت متاخر من الحاله، وبالتالي بيبقى التعامل معاه صعب، لان احنا بنكتشف ان المريض عنده سرطان، ويمكن السرطان ده منتشر في بعض اجزاء جسمه، والحقيقه المريض ما بيعرفش ان هو عنده سرطان منتشر الا متاخر. اذا حصل وكان المريض واعي وعنده وعي صحي ومتابع نفسه باستمرار، وخاصة مرضى الفيروسات، لان انا قلت لحضرتك قبل كده انه مش معنى مريض الفيروس انه تعالج انه خلاص بقى في امان. ده بالعكس، انه لازم لما يخلص علاج الفيروسات والفيروس يروح لازم هيعمل متابعه مع نفسه كل 3 شهور مدى الحياه. ليه؟ لان التليف بيفضل ماشي في سكته، هذا التليف قد يؤدي الى السرطان، وبالتالي لابد من تحليلات معينه واشعه كل فتره عشان نتاكد ان مفيش ورم حصل. لان لما بنشوف الورم مبكر والورم بيبقى صغير بنقدر نتحكم فيه، ممكن نكويه، ممكن نعمل جراحه، ممكن نحقنه، ممكن نقفل الشريان المغذي، فيبقى قادرين على اننا نتعامل مع هذا الورم مبكرا. اما المرضى اللي بيقول لك بعد ما الورم بيستفحل في الجسم وينتقل من الكبد الى الرئه الى المصارين الى مش عارف ايه، لا، ده المريض ده بتاعت يعني بتحزن ليه وبتقعد تتفرج عليه وما فيش امل فيه، بالرغم ان اسرته ممكن تبيع كل املاكها علشان تعالجه، وللاسف الشديد نسبه النجاح في لهؤلاء المرضى نسبه يعني حقيقه ضعيفه جدا، لان السرطان ما زال من الامراض المستعصيه بالرغم من تقدم العلاج في هذا المجال. تمام. دكتور عادل، يعني بما انه هذا السرطان منتشر عند بعض المصريين، على الجانب الاخر يعني الحمد لله في طفره هنا في مصر في زراعه الكبد، وهي زراعه جزء من شخص متبرع حي لشخص اخر مريض. هل ده ممكن يبقى حل يا دكتور؟ لو في شخص عنده سرطان في الكبد بشكل كبير، هل ممكن يتم زراعه كبد ليه؟ لا، هو مش حل طبعا. لعده اسباب. معظم مرضى الكبد اللي عندهم سرطان عندهم جلطه في الوريد الباب الكبدي. والجلطة في الوريد الباب الكبدي، يعني الوريد الباب ده اللي هو بيغذي الكبد مقفول. غالبا العملية في هذه الحالة بتبقى ليها قواعد مختلفة، والبعض بيرفض إجراء العملية في هذه الحالات. ده واحد. الحاجة الثانية إنه عملية الكبد من العمليات المكلفة جدا. لا طبعا. واللي يعني يصل مبدئيا تكلفتها الأولية 500,000 جنيه. وحتى حضرتك لو معاك الفلوس أنت ما عندكش المتبرع. انت عايز متبرع حي، لان احنا قانون التبرع في مصر حصل فيه مشاكل، شخص حي الحي وما زال تحت الدراسه، وما حد يعني اعتقد ان هو اترفض ان احنا ناخد من المريض اللي هو سكته الدماغ زي ما كنا بنقول، وان حد يقرر انه ده يصلح للتبرع وكده. فللاسف الشديد احنا ما عندناش متبرعين. وحتى العيان اللي عنده متبرع قريبه ابنه او اخوه، ابنه او بنته، خايفين ومرعوبين. صحيح. ليه حضرتك؟ زي ما قلنا قبل كده ان دي عمليه كبرى، وانا بجيب ابنه ولد صحته كويسه بطلعه على ترابيزه العمليات بعمل له عمليه كبرى. عمليه كبرى دي ليها نفس المضاعفات بتاعت اي عمليه، ليها نسبه موت. تحط اي عمليه جراحيه، اي مريض بيطلع على ترابيزه العمليات وبياخد بنج كلي في نسبه اسمها نسبه وفاه. صحيح. معرض ليها سواء من البنج سواء خطا سواء كل ده وارد في مجال الطب. فانت بتجيب شاب او شابه سليمه صحيه تقول لها هناخد حته من كبدك ونعمل نفتح لك بطنك وناخد ده عشان بابا. يا اما مرعوبه يا اما بترفض، وده بيمثل عبء نفسي الحقيقه على الاب او الام اللي عايزه، اولا خايفه على اولادها مش عايزاهم يتبرعوا،
وفي نفس الوقت شايفة ان ولادها مش عايزين يتبرعوا ليها، فحاسة ان دول مش ولادها، مش تقدير، اولادي مش عايزين يتبرعوا لي، اما اولادي عايزين نموت هو، فتلاقي العملية كلها معقدة وملخبطة. فاصبحت المسألة مش مسألة فلوس ولا او انك تروح تجيب واحد غلبان مش لاقي ياكل تقول له هديك 50,000 جنيه واديني حتة من كبدك، يمكن في ناس تقبل. عشان كده برضو احنا بنرفض ان احنا يبقى المتبرع عندنا من الاغراب، لا بد ان يكون قريب قريب يعني من الدرجة الاولى، على اساس ان بيحصل توافق خلايا. تمام. كل ما كان المريض قريب كل ما كانت احسن في النتائج، تعملوا طبعا فحوصات وتحليلات وممكن يترفض وممكن ما يقبلش وكده. لكن مشكلة الكبد دي، زراعة الكبد العالم كله ما بيحطهاش في المقام الاول، بالعكس انت في دولة نامية زي مصر محتاج انك انت تحط قانون عريض اسمه الوقاية خير من العلاج. صحيح. لابد انك ترفع مستوى الوعي الصحي لدى الناس، ده واحد. اتنين، اعرف العدوى بتيجي منين ومنحها. فالعدوى في مصر بتيجي منين؟ ما بتيجي اما عندك مراكز بتتبرع بالدم او بتجيك دم ملوث، يا اما عندك اجهزة قد تتلوث بالفيروسات وانت مش واخد بالك، يا اما عندك مراكز كده عيان يخش يعمل غسيل كده وهو عنده فيروس فينقل العدوى لحد تاني. ومع ذلك احنا دلوقتي مراكز الكلى عامله مكان لغسيل اللي عندهم فيروسات على مكان واللي ما عندهمش فيروسات على مكان. تشوف السرنجات، احنا مشكلتنا برضو انه السرنجه دي النهارده بقت بجنيه. هل العيان بيجيب سرنجه بجنيه ويرميها، ولا بيستخدمها واخوه بيستخدمها وابوه بيستخدمها وامه بتستخدمها، ولا في المستشفيات العمال بياخدوا الابر ويحطوا ابر يعني عارف يده، بدل ما يبقى يعني مثلا احنا بنيجي الصبح مثلا نوزع مثلا 50 حقنه، 50 حقنه على 50 مريض مثلا، انا حد 50 ولا حد 10 واضرب 40 كده يعني. انت عارف المصريين عندهم حبه بهلاوه شويه، فانت محتاج كل دي مراقبه. صحيح. محتاج كل دي متابعه ورقابه ومتابعه. والولاد اللي بياخدوا حقن وماكس وبيضربوا سرنجات ومخدرات لازم يبقوا تحت رقابتك ومتابعتك، اللي عندهم ايدز يبقى تحت رقابتك ومتابعتك. عايز اقول لحاجه في منتهى الخطوره، ان المريض اللي عنده فيروس بينقل العدوى لثلاثه في حياته. يعني انا لو عندي فيروس قعدي ثلاثه جنبي، انا لما اعالجك انت همنع الثلاثه دول يصابوا. اذا انت محتاج في دوله ناميه تهتم تماما بالوقايه. صحيح. هتوفر فلوس، هترفع مستوى الاداء وهترفع الانتاج بتاع الفرد، مستوى الاداء الوعي لدى الناس. ما زال عندنا في المحافظات وفي القرى وفي الارياف، ما زال لو رحت حضرتك بتروح هتلاقي القلل والازيار موجوده في الشارع والناس بتشرب من بق لبق، وما زال على المقاهي. صحيح. حضرتك هتلاقي الناس قاعده بتشيش كتير، القليل اللي بيجايب مبسم معاه وبيركبه، لكن تلاقي شاب بياخد المبسم من صاحبه وبيلفوا الجوز على بعضها. احنا في الاساس دكتور بننادي بمنع التدخين، لان طبعا التدخين ده ضرر كبير على الصحه اكيد يعني. وهو المهم زي ما قلت لحضرتك انه في الدول الناميه لابد من الاهتمام بالوقايه. طبعا لان الوقايه دايما، انا اقول دايما كده ان الوقايه خير من العلاج، بيوفر عليا فلوس وبيوفر على الدوله زياده اعداد المرضى الغير مرغوب فيه. صحيح. دكتور عادل سعداء، بوجود حضرتك معانا في نهايه اللقاء، بنشكر الاستاذ دكتور عادل الركيب استاذ امراض الكبد والجهاز الهضمي بكليه الطب جامعه الازهر. شكرا دكتور نورتنا. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. اعزائي المشاهدين، على امل اللقاء الاسبوع القادم في حلقه جديده، لكم تحياتي وتحيات اسرتي.